القاضي الفرنسي اليوم النظر في قضية الفنان المغربي سعد المجرد إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث كان ينتظر عموم المتضامنين معه استفادته من السراح المؤقت. ومن المنتظر أن يزور بعد سويعات من الآن المحامي الفرنسي إريك دوبون سعد المجرد في سجن باريس ليبلغه قرار المحكمة. هذا وكان دفاع المجرد قد تقدم بطلب الاستئناف ومتابعته في حالة سراح. جدير بذكر أن مجموعة من الفنانين سافروا إلى باريس من أجل تقديم الدعم المعنوي لنجم الأغنية المغربية، يتقدمهم الفنان ووالد المجرد البشير عبدو ووالدته الفنانة المغربية نزهة إركراكي. يذكر أن سعد مجرد اعتقل الأسبوع المنصرم في قضية اعتداء جنسي على شابة فرنسية في العشرين من عمرها. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام خبر اليوم الذي خصصناه لقضية سعد المجرد التي أثارت الكثير من ردود الأفعال، خصوصا في أوساط المغاربة الذين عبروا عن تضامنهم الكبير مع سعد وقضية سعد المجرد. في أمان الله.